طيب خلينا سريعا مراجعة سريعة لما مر معنا مشان نفهم الأشياء ومتعلقاتها. فإحنا الآن بدنا نتكلم عن الأماكن الرئيسية اللي بتشتغل عليها الأدوية النفسية ولماذا نهتم بها، تمام؟ لكن خلينا نفهم، نرجع للمفاهيم الأساسية. إحنا في عنا عصبونات اللي هي الخلايا العصبية. الخلايا العصبية بالعادة متصلة ببعضها البعض عن طريق تشابكات. هاي التشابكات هي أكثر شيء إحنا بندرسه، لكن عرفنا في الفصل الماضي أن الموضوع مش بس مجرد تشابكات، فهناك علاقات مختلفة غير التشابكات، لكن التشابكات هي أكثر الأشياء اللي راح ندرسها بتفصيلها. التشابكات هي عبارة عن نهايات العصبون الأول تركب مع بدايات العصبون الثاني، أي نهايات الخلية العصبية الأولى تركب مع بدايات الخلية العصبية الأولى. ففي تراكيب مختلفة طبعا، يعني ممكن آلاف العصبونات الخلايا بتركب مع خلية واحدة ومع خلايا أخرى، يعني هي شبكة معقدة جدا. لكن احنا بنحب نفصل، فاحنا بنروح على واحد من هاي التشابكات. فخلينا نرسم واحد من هاي التشابكات. فهذا نهاية ال... آه شوي فهذا عندنا مثلا نعتبره نهاية عصبون، تمام، نهاية خلية عصبية، وهاي بداية عصبية، بداية خلية عصبية أخرى، تمام؟ هاي نهاية خلية عصبية، هاي بداية خلية عصبية أخرى. فهذا بالعادة بنسميه بري سينابتيك نيورون، وهذا بيكون اسمه بوست اللي هو البعد، تمام؟ طيب ستجد إنه حكينا بتكون يعني زي إشارة عصبية إجت من خلال العصبون الأول، لكن هنا بتنتقل إلى إشارة كيميائية. كيف؟ بيكون في هون حويصلات موجود داخلهم نواقل عصبية معينة، مثلا خلينا نحكي دوبامين. فلما تيجي الإشارة الكهربائية بتخلي الدوبامين يطلع هون بالجاب هون اللي بيناتهم. طبعا هون بالجاب يعني هم تقريبا متصلين ببعض، يعني لازقين ببعض، لكن ما بينتقل الأشياء مباشرة، بينتقل عن طريق الجاب. بتيجي هم بيكونوا موجودين بالفيسيكلز هون، لكن لما تيجي الإشارة بينطلقوا هون. لما ينطلقوا هون شو اللي بيصير؟ اللي بيصير إنه هون بكون في مستقبلات، لأنه هو مش هيك الموضوع، مش سبهلة اللي بيفوتوا براحتهم يعني، لا 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 لا، في مستقبلات هون، مستقبلات مستقبلات مستقبلات، مكان يعني بيركب عليه. فبيركب الدوبامين في مكانه هون، بيركب في مكانه هون، بيركب في مكانه هون، بيركب في مكانه هون. طبعا في مستقبلات للسيروتونين، مستقبلات لكذا، مستقبلات لكذا، كل انزيم بيركب على مكانه المناسب، تمام. فلما يركب على مكانه بيصير في عندنا الكاسكيد اللي سميناه ترانزاكشن كاسكيد، اللي هو بيصير في سكند مسنجر، ثيرد مسنجر، ومش عارف ايش، عبين ما يوصل لنواة الخلية وبيشتغل عليه داخل الخلية الثانية، تمام. بس احنا لساتنا خلينا نحكي على المستوى هون. الان الدوبامين ركب هون واشتغل شغله، فالدوبامين نفسه ما بيدخل، ما بيدخل على الخلية الثانية، لا 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 لا، ما بيدخل. طب شو بيصير فيه؟ بيصير فيه، يا اما اذا بيضل هون ممكن يفيض على خلايا اخرى او مش عارف ايش، او على نواقل اخرى، او بيكون في هون انزيمات بتاكله، بتفككه، بتحلله، او تمام. فهون الانزيم مثلا ممكن يكون هون، انا قاعد بعرفكم بالتسميات اللي هون راح نحكي عنها، بنحكي عن انزيمز ريسبتورز، فحكينا عن الريسبتورز اللي هم النواقل اللي بيكونوا هون عادة بالبوست سينابتيك ريسبتورز، بس احيانا ترى بيكون في مستقبلات هون على الجهة الاخرى ممكن، تمام، عادة بتكون اوتو ريسبتورز بنسميها، لكن خلينا منها، خلينا نحكي عن الريسبتورز بشكل عام. بس هي الريسبتورز، الريسبتورز اللي هو مكان ما يجي الناقل العصبي او الهرمون يركب بيشتغل، باختصار هاي الريسبتورز مستقبلات، تمام، بيستقبلات، تستقبل الرسالة يعني مستقبل. طب شو في عندنا انزيمز، الانزيمز ممكن يكونوا هون فبيكسروا الدوبامين اللي ما بيضل له حاجة، او حتى بيكونوا جوا الخلايا بحيث انه لما يرجع الدوبامين هون بيكسروه، هذول الانزيمز. طب شو ترانسبورتر؟ ترانسبورتر بيكون برضه هون عادة على الخلية على البري سينابتيك نيورون، بيسترجع الدوبامين، بياخذ الدوبامين هون، بياخذه بيرجعه، بياخذه بيرجعه. طب ليش بياخذه بيرجعه؟ بيرجعه عشان يخزنه في الحويصلات هنا مشان يستخدمه مرة ثانية، زي كيف عفوا الحمام الزاجل، كانوا زمان بيجيب الحمام بيطلقه عشان يرسل رسالة، بعدين بيرجع ياخذهم مشان يرجع يطلقه مرة ثانية، وهكذا. هاي الترانسبورتر بنسميه الناقل، عشان نفهم. هاي المستقبلات اللي هي المكان اللي بيركب عليه ناقل عصبي فبيعطي رسالة، وفي عندنا الإنزيمات اللي بتكسر النواقل العصبية، وفي عندنا الترانسبورترز أو النواقل اللي بتأخذ الناقلات العصبية وبترجعها. ببساطة وأطيب شوكولاتة زي ما بقول. طيب
خلينا نشوف شو في كمان.